أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من أوروبا بريطانيا، وباعثة الرسالة إحدى المسلمات من هناك ذكرت عنوانها بالإنجليزية وخطها من خطوط أهل المغرب العربي كما تعودنا في هذا البرنامج. على أي حال لها عدد من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: لقد واجهتني عدة مسائل وأرجو معرفة الحكم الشرعي بخصوصها. ثم تقول: هل المعتمرة أو الحاجة لا تتزين بالذهب أو الحلي عند تأديتها مناسك الحج أو العمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المسلمة لا يجوز لها إظهار الزينة عندما تخرج إلى الرجال أو تكون بحضرة رجال غير محارم لها، لا في الحج ولا في غيره. الواجب عليها إذا كان عليها حلي أن تستره عن الرجال بثوبها أو بما معها من أنواع الستر. والمحرمة وغيرها سواء، لبس الحلي لبس الذهب لا يخل بالإحرام، ولكن عليها أن تستره عن الرجال الذين ليسوا محارم لها، لأن إظهارها للزينة يسبب الفتنة ويجلب الأنظار إليها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا هذا السؤال وهي هناك حيث ذكرت عنوانها، لعل الشيخ صالح إضافة أيضا. نعم، ذكرت هذا السؤال. نعم، وذكرت ما يتعلق بالحلي، وهي التي تعيش فيها تلك الديار ومعظم أهاليها من غير المسلمين، لعل الشيخ صالح إضافة. على كل حال عليها بتقوى الله عز وجل والتمسك بدينها، وإذا تيسر أن تأتي إلى بلاد المسلمين وتعيش مع المسلمين فهذا أمر واجب عليها، لأن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أمر واجب وباق إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وإذا كانت لا تستطيع الهجرة فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تتمسك بدينها، وأن تحافظ على صلاتها، وأن تحافظ على عفتها وكرامتها، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر الذي يصونها ويبعد عنها أنظار الطامعين من أهل الفتنة. نعم.